مثل ما بلشنا بالأخبار المنوعة والخفيفة رح نختم أكيد بهمة الشباب والإبداع السوري اللي أكيد عم نحكي عن الأيام الماضية يلي اختتمت فعالية مهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة بدورته السابعة بتوزيع الجوائز على الشباب الفائزين. اليوم بصباحنا غير أكيد معنا المخرج أنس الزواهري يلي طبعا حاز على الجائزة الذهبية عن فيلم يوم عادي جدا. نقول لك صباح الخير. يا صباح النور. ألف مبروك عليك. اهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك مره ثانيه. يعني قبل ما نبلش هيك ونحكي عن تفاصيل خلينا نروح مع مشاهدينا ومع حضرتك لنتعرف اكثر من خلال البرومو عن مشاهد من فيلم يوم عادي جدا ونرجع. القصه نصب بعيط للشرطه. ها ايش رايك هلا اخذك للرافعه تجيتك عشان تاخذك على الفرع؟ 200 ليره ما بتستاهل يخرب بيتك، انت مفكرني ماني سامعتك؟ بعده عني في الدنيا عشي ساعدني. روح حبيبي. يعني خلينا نعرف بالبداية من حضرتك شو الفكرة الأساسية اللي حبيت تحطها بالفيلم وكيف قدرت يمكن بدقائق قليلة تختصر معاناة حياة يومية لكثير من الأشخاص. هلا منبلش من فكرة اسم الفيلم، هو يوم عادي جدا. يوم عادي جدا عم يحكي بالفترة ما بعد الحرب، يعني هي النتائج والمرسبات اللي بتصيب الحال العامة للشارع ما بعد الحرب. يوم عادي جدا هو الاعتياد تقريبا على الاعتياد على الألم، يعني صار الألم هو ما عاد ذات التأثير اللي كنا نشعر فيه من قبل، صرنا نتعود عليه نسمع فيه ونقول ايه ماشي الحال، يعني صار معنا، يعني نحن عايشين طول الوقت. فعم يجي من يوم عادي جدا، هو اليوم اللي عم نعيش الألم فيه على مدى 24 ساعة، على مدى سنين طويلة قضيناها من فترة الحرب، لحتى نحن ما عاد قدرنا نعطي لنقول أي حالة حزن أو فرح، أو صارت إنه إيه يلا خبر مثل أي خبر سابق. ما عاد شيء أثر فينا مثل قبل، يعني هيك ما عاد أي شيء أثر، لا موت لا سرقة لا، يعني لا دم، يعني صارت كلها أخبار عادية واعتيادية عم نعيشها كل يوم. هي هي الفكرة الرئيسية كلها، وهي ورحنا ليوم واحد من حياة شخص لنقول سائق تاكسي، هو فعليا مو سائق تاكسي رمزيته، هو لحظة من حياة من أصحاب المهنة ذات الدخل المحدود، يعني اللي هو من لنقول من الشعب أو من الناس المهمشين اللي عم يعيشوا حياتهم، اللي عم يحاولوا قدر الإمكان يحصلوا على قدر كم كافي من المال لحتى يعيلوا حالهم ويعيلوا أسرهم ويعيلوا أكيد. أنا هي فكرة كتير مهمة اليوم إنك تحكي عن أصحاب المهن وخصوصا مهنة مثل التاكسي أو سائق ميكرو، فهو كمان مو بس له حياته الخاصة المليانة خليني أقول بالأحداث، كمان عم يطلع معه أشخاص ممكن يعني مسافة هاي الطريق تنقل تتشارك أنت والشخص الحديث ينقل لك. كيف قدرت تلخص هاي المشاكل كلها، هاي الأحداث كلها بدقائق قليلة؟ هلا الفكرة أنه نحن اخترنا التاكسي لنعرض فيها فيلم، هو لأنه بتقدر بلحظات دقيقة كتير قليلة انه تعطي كذا نموذج من دون ربط مع اي حكايه طويله، فانت انه المشكله اللي عم تطلع مع الزبون فهي عم تروح بدقائق كثير قليله ومن دون ما نرجع لخلفيه الشخصيه او نروح لبعد الشخصيه، فالحاله هي عم تكون مجرد حكايه صغيره مدتها هي مده الدقائق اللي عم يركب فيها التاكسي. الفكره انه هو سائق التاكسي صار يتبنى قصص عم يسمعها من الزباين، يعني بصير احاديث بين اي شخص بيطلع معه عم يسمع احاديث ومصايب، فصار هذا التاكسي يسمع الاحاديث ووصلت معه الحاله انه صار يتبنى هو الحاله هاي الاحاديث ويطرحها على اساس انها هي عم بتصير معه. ف يعني بمحاوله لحتى ياخذ شويه يترك له 200 300 ليره، يعني هي الفكره، مو هو يعني هو بالنهاية كل شخص عم يطلع معه عم يتفاعل مع الحكاية أو مع القصة اللي عم يقولها الزبون، هو كل اللي عم يقولها صاحب التاكسي بطريقته حسب خلفيته الاجتماعية أو خلفيته الثقافية. يعني في وخلال هذا النهار يعني كانت في خمس نماذج مختلفة كليا عن بعض، كل نموذج بيمثل يعني لنقول الخلفية اللي جاي من الشريحة
لحتى يتعرض بنهاية النهار لصدمة حياتية، هي الصدمة اللي دائما اللي احنا بنتعرض لها، هي صدمة السنين اللي كتير طويلة. بس مع هيك يعني بيراجع ضميره لمدة 5 دقائق، بس مع هيك بما انه هو ضمن الدائرة ما عاد فينه يتراجع يعني، فبيستمر بالحياة لانه ظروف الحياة اصعب منه واصعب من انه يرجع يحاكم عقله او يمشي ب. لسه بدنا نحكي شوي عن مهرجان السينما للشباب، قد ايه في بتشوف انه يمكن هو فيه انصاف نوعا ما لمواهب الشباب، وبنفس الوقت يمكن بيقدم لهم كل الدعم والتحفيز لحتى يكملوا. يمكن بلشنا بفيلم قصير، بكره مثلا الفيلم يكون اطول وتقدر تفرغ فيه كل افكارك وكل شيء عم بتحس فيه وتشوفه بطريقتك. هلا مهرجان سينما الشباب، دعم سينما الشباب او المنح اللي عم تقدمها المؤسسه، على فكره هي كثير منح مهمه بهيك وقت، يعني انه انت عم تدعم مجموعه شريحه مين عنده اي رغبه او اهتمام بهذا النوع الفن يجي يقدم ويورجينا مواهبه وقدراته. يعني هن ما عم يطلبوا منك شيء، بس انت قدم وورجينا مين انت وشو المواهب يعني. فكثير مهم من الشباب انه تشترك يعني بهيك منحة. فاللي عنده موهبة حقيقية بأثبت حاله ضمن كل الظروف يعني الضيقة الظروف هاي أو منحة الإنتاج اللي كتير خفيفة، فاللي عنده موهبة بيظهر يعني، والمستقبل يعني هو في عنده منح أخرى يعني. كيف بقول لك مثلا اللي أخذ جائزة لجنة التحكيم هلا صار عنده فرصة إنه ينتج يعني يخرج فيلم احترافي طويل، واللي أخذوا الجوائز صار في عندهم قابلية أكثر إنه بالمستقبل إذا قدموا شيء فبصير عندهم كريدت قوي بالمؤسسة اللي يخرجوا فيلم تاني يعني. أكيد. يعني هي المهنة هي ذات نفسها هي بالاستمرارية، مو إنه سوينا شيء وقعدنا يعني. أكيد. يعني أنس بعد يوم عادي جدا، شو اللي رح تشتغل عليه حاليا؟ هلا كمان أنا قدمت قبل الهي قدمت نص صغير كمان انقبل، فهلا عم جهز له اسمه يوم صيفي حار يعني. حب الأيام. هو عم يصير داخل موقف باص يعني عم تجتمع فيه شي 15 شخصية لمدة 5 دقائق، عم يصير فيه حدث بيناتهم صغير وعم يرجع يتفرج. بتحب هي الحالة بشكل عام؟ هلا هو الحالة ايه ظريفة، هي الحالة الحياتية اليومية اللي عم نعيشها يوم بيوم يعني. هو الفيلم القصير يعني مختلف كليا عن الفيلم الطويل، فهو الحكاية تبع الفيلم القصير هي فعليا موجزة كثير، موقف معين يعني عم بيصير. ف نحب هاي الحالة تبع العجقة والشوب مشاكل. أنس بدنا نقول لك شكرا على وجودك معنا، كل التوفيق لك، ونرجع بنقول لك ألف مبروك لك وعلى كل الشباب اللي عندهم هذا الكم الكبير من الأفكار واللي قادرين يترجموه بهي الطريقة الراقية. شكرا لك. شكرا لكم. أهلين. شكرا لك أنس، نتمنى لك التوفيق أكيد. أهلا.